إذن إخواني الأعزاء، همنا الأصلي، التفتوا لي جيداً إخواني، همنا الأصلي أن نفهم أنه الدين والفهم الديني حقيقة واحدة أم حقيقتان؟ إخواني لابد أن نقبل هذا الواقع. يقول لي سيدنا هسه 1400 سنة فقهان أم ملتفتوا؟ هواي أمور ملتفتوا إليه، بس هذه ملتفتوا إليه بمقتضى سياقاتهم الفكرية والاجتماعية ملتفتوا. مولانا الآن في أبحاث التعارض والتزاحم، بعد قرأتم في علم الأصول أن باب التزاحم باب غير باب ماذا؟ غير باب التعارض. من متى بدأت مولانا؟ بدأت من زمان المرزا النائيني، وإلا قبل المرزا النائيني بهذا الوضوح ما موجودة. يعني خفيت على علمائنا؟ نعم خفيت مولانا، الآن اتضحت هذه الحقيقة. قبح العقاب بلا بيان، ما بدي أقول هذا الصح وهذاك الخطأ، سيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول خفيت على علمائنا، قبح العقاب بلا بيان ليست قاعدة ماذا؟ 1400 سنة. يقول بل اشتبه، بل أكثر من ذلك. سمحان باقر الصدر يدعي مولانا، ما أدري شايفيه ولا أنا، خلي أراوي لك الجملة حتى هواية أنت لا تقول لي بأنه سيدنا وكلمات العلماء والأعلام والفقهاء والمراجع وهذولا يعني كلهم ما افتهموا. لا مولانا هسه ما أدري هالجملة ألقاها للسيد الشهيد يو ما ألقاها، عرفت شون في نظرية الاحتمال عنده في الجملة هاي، الجملة أنا مرارا ذاكرها للإخوة، تذكروها وين يولا؟ في الجزء الرابع مولانا في نظرية الاحتمال، إذا أستطيع أن ألقى لكم إياها. سميسة إحنا مو على المنبر حتى نقول مثلا صلوا على محمد وآله اللهم صل على محمد. عند فد عبارة مولانا هسا لعله بعد ذلك ألقى لكم إياها، هاي العبارة يقول أنا في هذا الكتاب وهو كتاب الأسس المنطقية للاستقراء استطعت أن أصل إلى نظرية، هذه النظرية استطاعت أن تناقش الفكر البشري وتخطئه 2500 سنة. هذا ادعاء وقعاً، لا ادعاء هذا بشكل رسمي، هذا الآن ليش أريد أن أقول العبارة لكم؟ أريد أن أقول العبارة باعتبار أنه القضية العبارة هواية مهمة في هذا المجال. ماذا ألقاها؟ هي موجودة في الجزء الرابع أنا أتذكر، ولكنه أين الآن ما أدري. المهم إذا وجدتها إن شاء الله أجد لكم إياها، يقينا أجد لكم إياها في الجزء الرابع، أدري في هل الجانب، ولكنه ما كان بذهني الآن، إجا بذهني اللي نقلت لكم إياها. في صفحة 130 مولانا يقول إنها إلا أن هذا التصور أساسا غير صحيح على ما شرحناه مفصلا في كتاب الأسس المنطقية، فإن هذا البحث كان منشأ لانتقالنا إلى نظرية جديدة للمعرفة البشرية استطاعت أن تملأ فراغا في نظرية المعرفة لم يستطع الفكر الفلسفي أن يملأه خلال 2000 سنة. أنا قلت 2500، 2000 يقول. ولا يعني معقول؟ خب لماذا أن محمد باقر الصدر مولانا وفق لهذا ولم يوفق له غيره؟ بغض النظر عن الصحة ماذا؟ أصلاً بعد ذلك سيتضح لكم، لا يوجد أحد يستطيع أن يقول ما أقوله هو المطابق للواقع، سأبين لكم. لماذا؟ إخوان الأعزاء هذا مو بحد محمد باقر الصدر، هذه مجموعة سياقات تطور الفكر البشري استفاد منه ماذا؟ السيد الشهيد قدس الله نفسه. وإلا محال أنه هذه الفكرة يصل إليها إنسان قبل 1000 سنة، يعني محال وقوعي. لماذا؟ لأن السياقات الموجودة في الفكر البشري تسمح بهذا الظهور لمثل هذا الفكر أو لا تسمح لهذا الظهور.